السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندنا فيديو مختلف خالص، تجارة مع الله ملايين الحسنات. يا ترى الإنسان يقدر يحصل على ملايين الحسنات؟ طبعا مفيش قدامك غير حل واحد بس، وهو أن تذهب إلى باب الله سبحانه وتعالى، وما تنسوش باب الله بلا باب ولا بواب. إذا قال العبد يا رب قال الله لبيك عبدي. يا ترى التجارة اللي هعملها مع الله او العمل اللي هتقرب بيه الى الله هحصل منه على ملايين الحسنات؟ يلا نشوف مع بعض. بص يا جماعة، المصدر الوحيد بس اللي هتقدر منه تجمع عشرات الحسنات وملايين الحسنات هو القرآن الكريم. القرآن الكريم الحرف الواحد بعشر حسنات يا جماعة. تعالوا النهاردة بقى نشوف لو احنا قرأنا القرآن الكريم هناخد كم حسنة. هنبدأ ان شاء الله مع بعض كده سورة سورة. النهاردة فقط هناخد بس سورة الفاتحة، وعلى ما ألقاكم ان شاء الله في الفيديو التالي. عايز بقى حضراتكم من هنا لغاية ما ناخد الفيديو التالي مع بعض ان شاء الله نقعد نكرر سورة الفاتحة. ليه؟ تعالى ما نشوف كده الحسنات بتاعتها قد ايه. سورة الفاتحة 7 آيات. ايه ده يعني 7 في 10 ب70؟ دي 7 آيات يا جماعة مش 7 حروف، ركزوا. طب هي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، في مكة. عدد كلمتها 29 كلمة، يبقى 29 بقى في 10 290. لا ما تستعجلش، أنا ما بقولش كل كلمة ب10 حسنات، أنا بقول لك الحرف الواحد يا جماعة. طب عدد حروفها قد إيه؟ 139 حرف يا جماعة، 139 حرفا، تخيلوا؟ ياه 139. يبقى انا كده لو قرأت الفاتحة هاخد كم حسنة؟ ما تيجي نشوف كده مع بعض. 139 في 10 1390 حسنة. ياه لو قرأت الفاتحة مرة واحدة فقط، ولكن اقرأها بشكل سليم عشان تاخد على الحرف الواحد 10 حسنات، يبقى 1390 حسنة. ياه ايه العظمة دي؟ معقول؟ قول تاني الرقم. 1390 حسنة. بتقول كام؟ 1390 حسنة لو قرأنا سورة الفاتحة. ايه 1390 حسنة قراءة سورة الفاتحة؟ هذا هو الثواب العظيم الذي سوف نحصل عليه من الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، امين يا رب. 1390 حسنة يا جماعة، محدش يضيعها بالله عليكم، احرصوا على قراءة سورة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.